بص يا كابتن، يعني انا كنت موجود امبارح في الماتش في مقصوره الصحفيين، ومقصوره الصحفيين بيخرج منها اللعيبه، يعني اللعيبه بتنزل من تحتينا وبتخرج من غرف الملابس. فانا بصور بالتليفون بتاعي الرياكشنات بتاعت اللعيبه في الدخول والخروج وبتاع. فانا بنفسي بعيني شايف امام عاشور بيحتفل مع كهربا وهو خارج بيهني اللعيبه وبيهزر معاهم وبيضحك، واحنا في المؤتمر الصحفي قاعدين في المؤتمر فوجئنا ان احد الاعلاميين بيتكلم ان امام عاشور مستاء وخرج وعمل مشكله وفي حاله غضب وفي حاله مش عارف وقصه كبيره. انا شايف بعيني، على حاجه ثانيه، انا شايف بعيني امام عاشور وهو عارف. لو انا ما شفتوش يا كابتن او ما صورتوش او ما خدتش الرياكشنات بتاعته وهو خارج كنت ممكن اصدق، لكن انا شايف اللعيب خارج ما فيش مشكله خالص. والنقطه المهمه بقى اللي عايز اتكلم فيها بمناسبه الكلام بتاع الاستاذ حكيم وحضرتك على مارسيل كولر، انا دلوقتي يعني يمكن داخل الماتش وفرص صعودي تكاد تكون الاقوى ان انا العب مع سان داونز او اصعد لسان داونز. وامبارح في وفد موجود من سان داونز كان قاعد في مقصوره الصحفيين محللين اداء ومنسق اعلامي فممكن يكون كولر بفكره كمدير فني صح في اوراق معينه صح كابتن عايز يخليها للمباراه يعني أصعب. انا بدور على الصوره دلوقتي اللي هي لان انا كنت الموضوع ده انا كنت عايز اتكلم فيه في بدايه الحلقه، فكنت جايب الصوره بتاعت الثلاثه اللي كانوا واقفين مستخبيين تحت العمود عشان يصوروا بعض الامور الخاصه بالنادي الاهلي في المباراه امبارح. هبص عليها ولو كده هبعتها لكم وحطها لي يا شباب. هي هم كانوا موجودين، برافو عليك، وكانوا قاعدين كان خالد علي المنسق الاعلامي ومحلل الاداء اللي هو اخو اللي كان معانا مع موسيماني اللي هو كان بيحلل اداء الناشئين، وكان في حد ثالث معاهم وقاعدين راصدين كل حاجه، وهم حتى بيتفرجوا على الماتش بيقطعوا الفيديوهات وبيبعتوا لا ومركزين وبيكتبوا احصائيات وكانوا يعني انا اما الناس قاعده وراني في ناس منهم مش عايز اقول لك يعني كانت نفسها سيمبا يكسب، عشان الناس اللي بتتكلم ان الاهلي وفريق سان داونز والاهلي خاف من مواجهه سان داونز، الناس نفسها منهم في هجمات او كور كانت بتتلعب مرتده على النادي الاهلي كان هم بيتفاعلوا معاها عشان المستنين او عايزين او رغبه عندهم ان فريق سيمبا بالنسبه لهم الافضل ان هو يصعد. فممكن يكون مارسيل كولر مثلا في عدم اشراكه لرضا سليم او امام عاشور او اي حد من اللعيبه ليه وجهه نظر انه يباغت فريق سان داونز في مباراه الذهاب او العوده. ممكن انا ما دخلتش جوه فكر الراجل، مارسيل كولر عنده اخطاء امبارح، عنده اخطاء، مفيش حد ما بيخطاش، مفيش حد ما على طول عنده الكمال، مفيش حد على طول بيلعب ماتشات وهو على طول الوقت بيكسب، على طول الوقت بيبقى موفق في تغييراته او التشكيل اللي بيحطه في بدايه المباراه. لكن اللي انا عايز اقوله يعني كل واحد يسيب المدير الفني يبقى مدير فني، والناقد الرياضي يبقى ناقد رياضي، والاعلامي يبقى صحيح اعلامي، الجمهور جمهور، دي افضل حاجه. ودي اتمنى ان هي تتطبق او يبقى فيها رقابه خاصة في البرامج اللي بتتناول المدير الفني أو المسؤولين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في مجال الرياضة، ساعات بألفاظ يعني الواحد بيبقى مستغرب بتتقال إزاي؟ لما واحد يطلع يقول لك فلان ده هجاص وفلان ده جاي يتعلم الكورة وفلان ده مش عارف إيه، مع إن مثلا مارسيل كولر الراجل كان مدير فني المنتخب النمسي نجح مع أندية كتيرة جدا في لا أوروبا. وإيه المشكلة يا أستاذ؟ ما ينتقدوا فني، ما تنتقدوا فني، إيه المشكلة؟ بتكلم فني، ينتقدوا فني. تقول لي جاي يتعلم الكورة في مصر، طب ونتائج الراجل السنه اللي فاتت وهزايمه للمنافسين كلهم بنتائج وسكور كبير جدا، ذهاب وعوده، فوزه على الزمالك في مباراه السوبر، فوزه على بيراميدز في السيمي فاينل، فوزه او على الزمالك في السيمي، فوزه على بيراميدز في الفاينل في السوبر والكاس. طب ما الناس كلها اللي في الوقت اللي بيتكلموا مثلا على فريق زي بيراميدز انه الاقوى وانه الاكثر اسكوادا وانه الاعنف وانه الافضل، ما بتيجي تشوف النتائج السنه اللي فاتت رايح جاي في الدوري او فوز في بدايه الدوري وفوز في نهائي الكاس وفوز في السوبر في الامارات، ده كولر وهو ده الفريق بتاع النادي الاهلي صحيح. فالناس بتقيسها ازاي؟ بتقيسها ارقام، بتقيسها بطولات، بتقيسها شغل فني في الملعب. انا مش شايف ان كولر يستحق ده، انا شايف ان الراجل ناجح وماشي كويس مع النادي الاهلي، بيجهز لعيبه النادي الاهلي كمان للمنتخب حتى لو الراجل ما كانش موفق بالامس صحيح. لكن ما ينفعش نطلع نقول عليه او نردد اللي بيتقال.